الله يكثر خيركم الله يشفيهم برحمته. الحمد لله خير الحمد لله. الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم المغاربه اللي تما كاملين. الله يسعد الله يسعدهم كاملين يجوني ولادهم الله يرضى عليهم. اللهم اغفر لهم. مشى مشي كني الله يرضى عليك. ولد خير الحبيب ولد خير ديالي الحبيب ديالي هذا هو الجد حبيبي والله العظيم والله شاهد. يا الله ها ولدي ولدي هذو كاملين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أنا هو أب معاذ اللي مشى ضحية ببروكسي مسكين، وعندي أخر في الولاد مسكين، وأنا ربيتهم بوحدي يعني ما تتمهم في 2005 خلاته عنده عامين، ولكني أنا كنت كنصر والله كنربيه مع خواتاته وعندي خمسة. وهاد الكلاوي المسكين عزيز على خوتو على الحي كامل ماشي غير انا او عائلتو او شوف على الحي هنا يقول لك شني كاين، ولكن بوبري هجار مشى غامار وها هما جابه ها هما جابه في هاد السنين ديقا وعداد منو عداد منو ماشي هو مسكين. انا ما كيحكيو لي هاد الناس والله العظيم حتى تتألم. عداد مساكن تما ضحيه وعائلتهم واش عندهم الخبر ولا لا؟ واش عالمين الأول؟ الحمد لله وشكرا لله. ارحمني الله بهاد العائلة. عندي تما العائلة واحد جوج الإخوة واحد جوج العائلة هما اللي وقفوا وهاد الولد كان معهم. ولدي أعز ما عندي. أختر في ولادي والله شاهد علي. عنده 20 عام الخوالي علي دابا مسكين. المهم مشى باقي عنده 15 عام تخنس بتا بقى بوبري كيغامر هو ماشي كيعالج حتى وصلنا هاد اللي عند هاد العائله بقى تما انت كتشوف وبقى في اسبانيا واحد المده مسكين وكذا واللي عطى الله هو هذا وانا ما بغيت واحد. الجنازه نعم سيدي اليوم في هذا النهار دفنا الله يرضى عليه ابني ان شاء الله يرحمه حتى حنا ان شاء الله غادي نلحقوه. وعادات قلت كما قلت لك من هاد الشابه مساكن اللي هما ضايعين. وبعد ذلك قال لك يمشون للقنصليه يرغبوهم ما كيفيدوهم لا كوال كينفطوهم حتى غير واحد السيمانه ولا ما عرف شحال ولا ومشيو. والناس مساكن خدامين الناس مساكن حتى هما وهكاك وجراو كافحوا جابوا لي والله يرحم والديهم بنصارى بالمغاربه. كنطلب الطلب ديالي هاد الحكومه وهاد الوزاره هاد سيدنا نصره الله ولادنا كيضيعوا ويشوفوا الحال ويكون عندهم واحد شويه القيمه. النصراني لك في المغرب وسرقوا له التليفون كديوها ب 20 عام سرقوا له التليفون وحنا ديالي ما مشى عن الله. وشكون هذا إذا ما وقفش معايا الحكومة ديالي وسيدنا شكون هذا اللي غايجيب لي الحق ذبني أنا؟ يلا قول لي يلا الخال أستاذ ديالي واش تطلبون الله والله يحقق الأمنية ذادوك الناس مساكن كاملين اللي عندهم أولاد تما يجيو. ضحية معاد الغريش ولد عمتي تشوينا في هذا الولد وترزينا فيه وتعزينا فيه. وهذا الولد كان واحد الولد يعني واحد الولد الخير كيبغي الخير يفكر في باباه يما الله يرحمه يفكر في خوتو يفكر في عائلته. والسبب باش مات هذا الولد هذا كقيل في يعني في الشغل ديالو وجا طلب ساندويش زبلوا سمعوا ديك البرازيلي زبلوا والولد ديالنا كيعرف اسبانيولا سمعوا قال له ما تزبليش في يما. انا يما ما عقلتش عليها وما شبعتاش. انا يما ماتت خلات عندي 3 سنين. دابزوا فرقوهم الدراري مشى البرازيلي رجع غدروا ضربوا بالموس. احنا كنطلبوا بالسده العاليه بالله ما في البلاد
يعني تتدخل في هذا الدوسي هذا الوليد وما يمشيش الحق ديالو بطل وما يتهضموش العائله ديالو في الحق ديالو. وكنشكر شباب الجاريه بلجيكا ديال سانجيل ساهموا جمعوا باش دخلنا المرحوم من البلاد باش تدفن في بلاده بأسرع وقت. وكنشكر القيدة والعون القضائي والوالي ديال طنجة والباشا وطلعونا في يعني بالمغال ديالنا جا طايح، ولكن فرحنا منين دخلنا تلقاونا هاد الناس هادو ديال السلطة وكنشكروهم. والله يرحم الوالدين والله ينصر سيدنا وينصر سدة العليا بالله. وكنطلب هاد السيد هاد الوليد هذا سيدنا يتدخل في الدوسي ديالو. وكنشكر مرة ثانية شباب ديال بلجيكا شباب الجارية البلجيكية كاملين. وكنشكر بلاشكا وسي تاهما ساهموا باش جمعنا في الحساب باش دخلنا هاد الوليد للبلاد ديالو باش تفناه خلصنا له باش جبناه في الطياره باش تفناه باش عملنا له الجنازه ديالو. حيت قبيله واحد الجريده جات عندنا وكتبت شي تعليقات بالله باباه قال خايبين، باباه قال لهم بالله انا ولدي صيفط لي جود المليون، جود المليون ما كيصيفطهمش يولدوا في شهر، جود المليون الجاريه والبلاشكا ساهموا ودخلوا في الحساب وصيفطناهم حنا من باباه باش يعملوا الجنازه. شوف